الأولى من المقاتلين ذهبت بحرا بنظام وكرامة ارتياح عام ورصاص رصاص التحية جورجي وعلى متنها حوالي 400 مقاتل جاك بالضبط العدد الذي غادر ليس 400 هو 397 مقاتلا وتوزعوا بين 265 عنصرا ينتمون إلى قوات بدر و132 عنصرا ينتمون إلى جبهة التحرير العربية. هذه القوات وصلت إلى قبرص على متن الباخرة اليونانية على أن تتوجه قوات بدر جوا إلى الأردن وجبهة التحرير إلى العراق. وقد أشرف فيليب حبيب على بعض مراحل العملية حيث توجه صباحا إلى مبنى مؤسسة كهرباء لبنان وعالج بعض الإشكالات مثلا موضوع القوة الإسرائيلية التي كانت ما زالت تتمركز في مبنى مؤسسة كهرباء لبنان لكن هذه القوة انسحبت فيما بعد التصوير جرى من بعيد لأنه كما تعرفون كان ممنوعا من هنا هذه المشهد وهتافات المتجمعين الذين وصلوا في تظاهرة وسط الرصاص لا بل القذائف التي لعلعت في سماء العاصمة في 10:30 انطلق موكب يضم 13 شاحنة للجيش اللبناني لنقل الدفعة الأولى وما إن وصلت الشاحنات حتى امتلأت بيروت الغربية بأصوات الرشاشات لتوديع المسافرين كان هناك أبو جهاد كما كان أيضا سعد صائل والجميع بدوا في حالة تأثر وفي عيونهم ما يشبه المرارة مما جعل أبو جهاد يتعهد أمام الذين بكوا بمواصلة المعركة مضيفا أن منظمة التحرير لم تنتهي وليد جنبلاط وصل بصورة غير متوقعة وبدا عصبيا عندما صرح للصحفيين أن يوم رحيل الفلسطينيين هو يوم حزن كان أيضا السفير الفرنسي بول مارك هنري ينتظر منذ الفجر وقد أشار في تصريح له أن الوحدة الفرنسية ستبقى مسؤولة عن المرفأ وعن الصعود إلى السفن خلال 5 أو 6 أيام المقبلة إلى أن تصل وحدة فرنسية الشيخ بشير جميل رئيسا للجمهورية اللبنانية Palais de Baabda et ce en compagnie du président Kamel el-Assad et de Cheikh Amin Jmayil. Les deux présidents devaient avoir un entretien qui devait durer près de 15 minutes. Tu es un peu essoufflé. Et le début aussi d'une ère de prospérité pour l'ensemble du peuple libanais. J'espère, a-t-il ajouté, qu'après ce jour, nous pourrons dire que la guerre est finie et que nous sommes entrés dans une phase de paix et de sécurité. بكل معنى الكلمة للمعركة بعد هالنتيجة وبعد ما أعلنت النتائج بقترح أنه نحط خط بين الماضي والحاضر وبقترح أنه اليوم نبدأ طريق جديدة كلنا سوا نتخطى فئويتنا وحساسيتنا واعتباراتنا هيدي فئويات وحساسيات يمكن كان ممكن تكون موجودة لحديث اليوم عبكرة بعد ما أعلنت النتيجة بعتقد اليوم كلنا سوا لازم نتضامن مع بعضنا ندعم الشرعية نلتف حول رئيس الجمهورية
ورئيس الجمهورية يتحسس أكثر وأكثر لكل ألام الشعب ولكل الصعوبات يلي المواطن عم بيتعذب منها، إن كان تهجير أو تشريد أو قواص أو أنص أو كل هالويلات يلي عم بتحل فينا. بتأمل أنا بهالست سنين يلي بدي أقضيهم معكم نكون كلنا سوا إيد وحدة، نتخطى كل الاعتبارات السابقة، وبعد اليوم نبلش صفحة جديدة. على الأقل هيدا الشيء يلي أنا بلتزمه، وهيدا الشيء يلي أنا بتعهد فيه، ويلي بتأمل من الكل يبادلوني كمان نفس الشيء. وقت يلي كنا بمعركة انتخابية كان إلنا حق كل واحد منا يعمل حساباته، اليوم خلصنا هالمعركة في مرحلة جديدة، وإيدي بإيد كل لبناني مخلص، إيدي بإيد كل عربي مخلص، إيدي بإيد كل رجل دولة أو كل أصدقائنا برا يلي بيريدوا بإخلاص يعاونونا. أنا حاضر للرسالة يلي بدأ فيها الرئيس ليس سركيس ورئيس الحكومة الأستاذ شفيق وزان، نقدر نكملها بالاتفاق مع رئيس كامل الأسعد ومع كل الزوات يلي موجودين هون. بتعهد أنه ما رح كون فئوي، بتعهد أنه ما رح كون حزبي، بتعهد أنه كل شيء قلته خلال كل هالمعركة هاي أقدر حققه، وبعتقد أنه أنا مخلص بيلي عم بقوله وبحقق يلي بوعد فيه. لا شيء كلمة بس عن هالأجواء دولة الرئيس، الأجواء اللي سادت جلسة اليوم. أنا بعتقد أنه الانتصار الأول هو للديمقراطية، هذا يعني أنه انتصار لبنان، لبنان الكيان الموحد، لبنان الوطن، ولبنان الدولة. يبقى أن نقول أن الرئيس المنتخب يتحلى بالصفات والكفاءات التي تؤهله لقيادة هذه المسيرة الصعبة، مسيرة الإنقاذ، إنقاذ الشرعية، إنقاذ الدولة من التفكك، إنقاذ النظام من الافتئات عليه، وإنقاذ في مكتب الشيخ بشير هون بالفيضي. طبعا قبل النواب الساعة 10:30 يعني نحن بدأنا البث مباشرة عند 10:30، وبعتقد المراقبين الدوليين أو ذي النواب الفرنسيين والبريطانيين كانوا الحقيقة أول الواصلين تقريبا إلى القاعة المخصصة لانتخاب رئيس الجديد. السفراء أيضا، بعض السفراء والمراسلين الأجانب والصحفيين اللبنانيين. مثل ما قلنا كان عدد من النواب حاضر في القاعة المخصصة للجلسة، وفريق آخر من النواب كان ينتظر في مكتب الرئيس كامل الأسعد، حيث كانت تجرى مشاورات حثيثة وتجرى أيضا اتصالات لتأمين انعقاد الجلسة. ونذكر أن الحضور، حضور النواب كان 62 يعني النصاب اكتمل. يعني عندما بدأت هذه العملية شعر الكثيرون أن عملية النصاب قد اكتملت. هنا رئيس المنتخب الشيخ بشير الجميل كان لازم منذ الصباح في مكتبه الخاص وسط معاونيه وأصدقائه، إلى جانبه كان الأستاذ كريم بقردوني، الأستاذ يوسف أبو خليل، وصل فعلا الأباتي بولس نعمان، يرافقه الأب أنطوان كرم، كما وصل الشيخ نجيب الدحداح، الدكتور فيليب الخازن، ثم الدكتور شارل مالك، كذلك حضر الأمير فيصل أرسلان والوزير السابق أبو حمد. كان الشيخ بشير كما نلاحظ يجري اتصالات ويتلقى مكالمات هاتفية. كانت الأجواء مرتاحة لكن الله وكانوا يتابعون فعلا وقائع الجلسة من خلال التلفزيون. قلنا الأعصاب شدت نوعا ما قبل حوالي النصف ساعة من بدء الجلسة، لكن ما لبثت الأجواء أن عادت إلى الانفراج الكامل وإلى التفاؤل بعد أن أبلغوا بعد أن أبلغ المجتمعون في مكتب الشيخ بشير بأن عملية النصاب قد اكتملت. نعم بالفعل قضينا 30 ساعة تقريبا على أعصابنا بين مد وغدرة، يعني نتساءل هل راح يكون في نصاب. هنا لحظة دخول الرئيس كامل الأسعد إلى القاعة، حيث أعلن مباشرة فور ترأسه الجلسة افتتاح الجلسة.
حيث طلب من أمين عام المجلس الأستاذ حسين أبو خليل تلاوة بعض المواد القانونية من أجل سير العملية الانتخابية. مكانه على منصة الرئاسة وحيا النواب الحاضرين. الأولى وجد ثلاث أوراق بيضاء ونال السيد ريمو إدي صوتا واحدا ونال السيد بشير جميل 58 صوتا. في الدورة الثانية خمس أوراق بيضاء و57 صوتا نالها المرشح بشير جميل. إن الرئاسة تعلن انتخاب الشيخ بشير جميل رئيسا للجمهورية اللبنانية. وفقا للمادة 49 من الدستور اللبناني. الظرف طبعا هون النتيجة عرفت عبر التلفزيون في مكتب الشيخ بشير وبدأت التهاني من المقربين جدا الذين كانوا في مكتبي هناك مكتبي الخاص. تهاني ايضا في قاعة مجلس النواب المؤقت هنا. الشيخ بيير يتقبل تهاني النواب والى جانبه الرئيس كميل شمعون. عناق حار بين الشيخ أمين والشيخ بيير وقد غلبته دموع الفرح. كانت لحظة مؤثرة فعلا. حضور عدد من المواد تبلغ النتيجة رسميا. وصوله إلى مسقط رأسه في بكفية حيث كان الشيخ بيير جميل والشيخ أمين جميل في استقبال المهنئين وفي طليعتهم عدد من رجال الدين وأبناء البلدة وكان الكل يحرص على مصافحة الرئيس المنتخب ووالده وشقيقه. أعتقد والدة الرئيس المنتخب وزوجته قبلات فرح وفود من بكفية ومختلف مناطق المتن توافدت منذ بعد الظهر
عندما عرفت بقدوم الرئيس المنتخب إلى بكفية. شقيقة الرئيس المنتخب تقدم التهنئة لشقيقها ووالدها. أرز جميل كما قلنا قدمت التهاني لأفراد العائلة. تركيز كثير على موضوع الابتهاج عند الناس شيء طبيعي. العناق التهاني والأواس يعني عندنا في لبنان، ولكن مش عارف تنتبهوا ولا بعد شوي ردة فعل الشيخ بشير على موضوع الأواس، لأنه يبقى أن نقول أنه شعار الأمن سيظل شعار المرحلة. prévu après l'élection de Cheikh Bachir Jmail et après l'évacuation des combattants palestiniens de Beyrouth. Le président Ouazzane s'est également préoccupé de la dégradation de l'état de la sécurité à Beyrouth-Ouest et s'est entretenu à cet effet avec un certain nombre de responsables de l'armée et de la sécurité. Commentant ces actes de vandalisme, le président Salam a déclaré « Nous stigmatisons, mes confrères et moi, ces incidents qui ont eu lieu entre hier et aujourd'hui. Nous avons d'ailleurs toujours condamné ce genre de comportement, quelles que soient les circonstances. » J'ai demandé aujourd'hui au président Ouazzane le déploiement de l'armée libanaise et des forces relevant de la légalité libanaise dans la mesure où celles-ci pourront s'imposer à l'ensemble des Libanais sans acteurs du FLPP et du FTLP. Les combattants seront transportés à bord du bateau chypriote sur l'Express qui a accosté peu avant 14h au port de Beyrouth. Il s'agit là aussi, en principe, du dernier groupe de Palestiniens devant être évacués par voie de mer. Le bateau chypriote a quitté le port en milieu d'après-midi pour le port Al-Hodeida. Demain mercredi doit en principe commencer les opérations d'évacuation par voie terrestre cette fois, où un premier groupe devra, je vous rappelle, emprunter la route Beyrouth-Damas pour se rendre en Syrie. De sources officielles, on indique qu'aucune mesure de sécurité n'a encore été prise sur cette route. Les contingents de la force multinationale qui devraient se charger d'assurer la sécurité de l'évacuation par voie de terre n'étant pas encore arrivés. Quant aux 1100 Palestiniens embarqués sur le sol Frine, ils arriveront au port de Tunis jeudi 26 à l'aube. On croit savoir que le premier ministre tunisien Hamad Ouzari accueillera les combattants au nom du président Habib Bourguiba. اليوم كان اليوم الأول للتهنئة بمناسبة انتخاب الشيخ بشير جميل رئيسا جديدا للجمهورية اللبنانية. في هذه الصور أطفال من مدرسة المولى سال جاءوا لتهنئة الشيخ بشير جميل. كان معهم الفنان سامي كلارك، استقبلوه بالترحاب وبإنشاد النشيد الوطني اللبناني. كلنا للوطن للهدى للعلم كلنا
لكم. وقد زارت بكفية اليوم العديد من الشخصيات الرسمية والسياسية والدبلوماسية. هنا العماد فيكتور فوري قائد الجيش، يرافقه عدد من ضباط القيادة. طبعاً شوي السفير الربوي المسنيور كارلو فورنو الذي قال: جئت مهنئاً وأتمنى تحقيق الوحدة اللبنانية. النائب كاظم الخليل أتى برفقة نجله السفير خليل الخليل، كذلك أتى الأطفال مع أهاليهم. حقيقة من جوم من الصبح ذاك بلش الوفود. الوفود بدأت تأتي عند 8:30 صباحا، لم نكن قد وصلنا بعد عندما بدأت التهاني والاستقبالات. هنا وفد من صيدا كان جالسا في الخارج مع السفير الأمريكي روبرت ديلن، أتى حوالي 10:30. إضافة إلى السفير البريطاني والسفير الدنماركي، رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان الدكتور شاك رزق، النائب شفيق بدر، كما زار بكفية أيضا عدد كبير من رجال الدين، مدير عام الأمن العام الأمير فاروق أبي اللمع. وهنا باقة ورد من الحرس الجمهوري. يمكن التهاني كان بعد حتى تقريبا دخول الاستوديو، لأنه يعني حتى الآن التهاني وحتى أيوة. الآن وصلتنا كاسات أيوة. من بكفية. وقد شكر الشيخ بشير لأفراد الحرس الجمهوري الذين زاروه وقدموا له باقة الورد. هنا وفد من حراس الأرز، المطران كشيشيان مطران الأرمن الأرثوذكس، وحوالي 5 سيارات ورد من بكفية لبنان أولا كما نرى. قائد قوات الردع العربية العميد سامي الخطيب أتى مساء، كذلك كما سنرى النائب فؤاد لحود، وأيضا الوزير ميشيل المر. كما هنأه أيضا مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء الركن أحمد الحاج. أنا صبحي يا أبو حبيب. هنا السفن الحربية التابعة للأسطول السادس قبالة الشاطئ قبل أن تدخل مرفأ بيروت. وكان في المرفأ السفير الأمريكي، كان أيضا فيليب حبيب سفير فرنسا. الواقع فيليب حبيب كان اليوم منشرح بشكل خاص وكان يتحدث العربية والإنجليزية. ضباط القوة الأمريكية، وهنا سفن الإنزال كانت تحمل القوة الأمريكية من السفن الكبيرة حتى المرفأ. القوة الأمريكية مؤلفة من 800 عنصر، وقد أقامت فور نزولها الحواجز في أماكن القوات الفرنسية، يعني على فتاك وبنك سوريا ولبنان داخل المرفأ. فتال عفوا، داخل المرفأ من الجهتين الشرقية والغربية وعلى الرصيف رقم 9. إذن القوة الأمريكية تأخذ مكان القوة الفرنسية، وهي تابعة لقوى التدخل السريع وراء البحار. أيوة. والجنود كما نلاحظ مزودون بأسلحة فردية رشاشة من نوع M16، معهم أيضا قاذفات قنابل وصواريخ ومدافع هاون وأجهزة اتصال متطورة وقنابل يدوية.
بدك تلعب معه هلا؟ I asked him if he was gonna play with you. حبيبي مازح بالضبط. الكولونيل العسكري هنا الكولونيل الامريكي ضابط الارتباط العقيد وديع جبران عضو لجنه الارتباط التابعه لقياده الجيش هنا قائد القوه الفرنسيه تسلم وتسليم على ميته. أيوة. بعدين انزل العلم الفرنسي ورفع مكانه العلم اللبناني. الضابط الأمريكي قال إننا نرفع العلم اللبناني كأمريكيين بالتعاون مع الجيش لأننا على أرض لبنانية. كمان دفعة جديدة من القوة الأمريكية. وكان هناك أيضا بالقرب من هذه السفينة سفينتان أمريكيتان قامتا بإنزال الأعتدة والأسلحة والمعدات العسكرية، وهناك شاحنات وسيارات جيب عسكرية أيضا كما نلاحظ أنزلت من السفينتين الأمريكيتين، فيما كانت قطع البحرية الأمريكية تجوب الشاطئ بينها بوارج حاملة صواريخ. واقع القوة الأمريكية وصلت في الرابعة فجر هذا اليوم إلى مرفأ بيروت، ولكن بدأت تمركزها خلال الظهر حيث أخذت مكان القوات الفرنسية، فيما القوات الفرنسية انتشرت في الأماكن المحددة لها بعد. وعند الساعة 7:27 توجهت القوة الفرنسية المؤلفة من 23 آلية فرنسية تواكبها الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني إلى منطقة المتحف لتتمركز في قصر الصنوبر أولاً على أن تتم عملية انتشارها إلى محيط المتحف وقصر منصور خلال النهار، وذلك للفصل بين المقاتلين والعمل على فتح الطرقات. وقد تمت هذه العملية ضمن التدابير المتخذة والمتفق عليها لتأمين حماية مدينة بيروت. وكما نلاحظ رغم دخول القوة الفرنسية عملية العبور بين المنطقتين الشرقية والغربية ظلت على وضعها الطبيعي في الخروج والدخول وبالسيارات غرينينجر، وتضم حوالي 347 عنصر فرنسي سيبدأون بالقيام بالمهمة الموكلة إليهم اليوم، بالإضافة إلى عددها الرئيسي الشاطئ اللبناني عرفت. بقى طبعا المراحل المقبلة كنا بانتظار القوة الإيطالية وبقية القوة الفرنسية. بالنسبة لبقية القوة الفرنسية ينتظر أن تصل غدا فيتم انتشارها إلى الطيون وفقا للخط التالي. ستسلك هذه القوات أو ستتمركز في الخط التالي: بشارة الخوري، رأس النبع، المتحف، ميدان سباق الخيل، ثكنة طرابلسي ومستديرة الطيور. أما القوة الإيطالية فينتظر أن تنتشر هذا الليل أو صباح غد من الطيوني إلى المطار، وتسير على الخط التالي: طيوني، جاليري سمعان، مارم خايل، طريق الحدث، كلية العلوم، المطار. وأساس يمكن المطار قد يفتح يعني هناك تصريح لمدير عام شركة طيران الشرق الأوسط السيد سليم سلام يقول إنه قد يفتح المطار في أول الأسبوع المقبل إذا ما فتحت الطرقات. مثل ما في وداع في استقبال، ونحن اليوم عم نعيش هالحالتين، يوم من وداع ويوم عم نستقبل. ومن ضمن هالاستقبالات وصلت صباح اليوم إلى مرفق بيروت الدفعة الأخيرة من القوة الفرنسية واللي كان باستقبالها السفير الفرنسي، ومن المرفق انصرفت إلى قصر الصنوبر على أن يصار إلى تمركزها على المراكز المحددة لها. عدد هالقوة بيبلغ 290 عنصر فرنسي مظلي بتضم فرقة طبية بيناتهم جراحين و15 طبيب أخصائي.
السفير قال العمليات تمت بشكل طبيعي، ومن الطبيعي أن تشترك فرنسا في كل عملية تهدف إلى مساعدة لبنان. من هنا كان دورنا في إطار قوات الأمم المتحدة والقوات الدولية. S'agit pas d'une guerre, d'un débarquement ou quoi que ce soit. Mais nous avons donc un comité de coordination mixte au sommet, et puis par ailleurs, point par point, opération par opération, il y a effectivement des articulations extrêmement précises. Il y a toujours un officier de liaison présent de l'autre force dans chaque contingent et dans chaque action. وأخيرا وصلت أيضا القوة الإيطالية العاملة في القوات الدولية اللي تم الاتفاق عليها في المساعي اللي توصل إلى أخيرا السيد فيليب حبيب في مهمته الأخيرة، وكان أيضا في استقبال السفير الإيطالي. الارتباط الإيطالي قال إن مهمتنا هي لحفظ السلام في لبنان. لقد حضرنا بموافقة كل الفرقاء ونأمل أن لا تكون هذه المهمة صعبة. Our job will be not too difficult and no trouble are going to happen. In case one of the part should not agree and the situation will not request our presence here, in this case the matter will be discussed again about our presence here. بدأت تحركها إلى جاليري سمعان فمرمخاي، وقد تقدمت القافلة الإيطالية الشرطة العسكرية التابعة للجيش اللبناني، كما رافقت وحدة من الجيش اللبناني القوة الإيطالية، وتسلمت هذه القوة المواقع العسكرية في جاليري سمعان امتدادا حتى كنيسة مرمخايل ووصولا إلى الطيون. وتستكمل القوة الإيطالية انتشارها غدا إلى مطار بيروت الدولي ومحيط الضاحية الجنوبية، والجيش اللبناني سيشارك الإيطاليين في عدد من المواقع التي سيحلون فيها. هذه القوى الإيطالية تابعة لفرقة القناصة، ولهذا السبب تعتلي خوذة كل جندي ريشة طاووس. جرت عملية التسلم والتسليم مشات منذ أكثر من 4 سنوات، ويقف تمثال الشيخ بشار الخوري شاهدا على كل المآسي التي شهدتها تلك المنطقة.
القوة الأمريكية حتى الآن متمركزة في محيط المرفأ من بوابة منطقة مرمخايل، كل الأحواض في حرم المرفأ وامتدادا حتى بناية فتال وبناية بنك سوريا ولبنان. ونلاحظ هنا طبعا أن هناك منطقة فارغة، منطقة الأسواق، يعني ساحة الشهداء، ساحة الدباس ومنطقة الأسواق. حصل الحقيقة أنه حصلت انسحابات من ساحة الشهداء. طبيعي أن تتكاثر الأسئلة مع اقتراب 23 من أيلول حول المكان الذي سيقسم فيه رئيس الجمهورية المنتخب الشيخ بشير جميل اليمين الدستورية. الشيخ بشير نفسه أعرب هذا المساء عن أمله بأن يقسم اليمين في المقر الأساسي والرسمي لمجلس النواب في ساحة النجمي، أي في هذا المقر بالذات، يعني في قلب العاصمة بيروت. على كل هذا المقر بحاجة إلى حفلة ترميم واسعة. Le convoi qui s'était rassemblé près de l'église Marmkhayel était composé de plus d'un millier de combattants de la LP appartenant à la brigade Al-Qadisiya intégrée à la FAD. Plusieurs véhicules transportaient du matériel militaire et des effets personnels, des jeeps, des ambulances et des camions internes, des camions citernes accompagnaient également le convoi. De sources proches du contingent italien de la force multinationale qui supervisait l'opération en compagnie de l'armée libanaise, on évaluait entre 1000 et 1500 le nombre de combattants transportés en Syrie. Le dispositif d'encadrement du convoi mis en place par les Italiens était assez important. La colonne de combattants était précédée et suivie par 6 jeeps, 6 transports de troupes blindées M113, 3 chars de dépannage, 5 camions et une ambulance pilotée par les bersaglieri, sans compter les véhicules de l'armée libanaise. Après les traditionnels tirs de joie à 8h10, le convoi des combattants est arrivé à Sofar où les attendaient deux officiers syriens. Signalons aussi que le chef de l'état-major israélien, le général Raphaël Etan, supervisait personnellement les opérations d'évacuation des combattants palestiniens. En début d'après-midi, le second convoi est arrivé au poste frontière syrien de Jdeideh. Les quelques 1200 combattants étaient arrivés vers 10h à Shtora. Puis l'escorte italienne a abandonné le long convoi au poste frontière de Masna, qui a mis près d'une heure à traverser le poste frontière. Parallèlement, le 9e groupe de près de 500 combattants palestiniens a quitté Beyrouth par voie de mer en direction du port syrien de Tartous. Des combattants s'étaient... La réception elle-même était marquée par une atmosphère de grande émotion. Monsieur Arafat s'est ensuite rendu au Sérail auprès du premier ministre libanais, Monsieur Shafi Ouazan, pour lui faire également ses adieux. Il était coiffé de son traditionnel kafir. Abou Ammar s'est rendu dans la voiture personnelle du président du conseil au port de Beyrouth. Des centaines de personnes ont tenu à l'accompagner jusqu'à l'entrée du port.
Là, M. Arafat s'est arrêté une dizaine de minutes. Un détachement de l'ALP rendait les honneurs, ainsi que des représentants des diverses milices et organisations du mouvement national. Abou Ammar est ensuite pénétré dans l'enceinte du port vers 11h, escorté par des membres du contingent français de la force multinationale d'interposition. Un dispositif de sécurité impressionnant a été mis sur pied. En effet, des tireurs d'élite de la Légion étrangère surveillaient les immeubles en ruine de la région du port. Deux automitrailleuses légères, des légionnaires et des parachutistes assuraient en outre la sécurité du chef de l'OLP le long du dernier kilomètre avant d'entrer dans le port. L'entrée du port était gardée par une compagnie de l'armée libanaise et une section de marines américains, casqués et portant leurs gilets pare-balles. Le chef de l'OLP à un moment disparaissait sous les fusils agités au-dessus des têtes, sous une forêt de caméras et derrière d'innombrables mains faisant lever de la victoire au sein d'une foule houleuse. Une délégation groupant des ministres libanais, les dirigeants du mouvement national et de Hamal accompagnait le cortège de M. Arafat pour le port, où les attendaient de nombreuses personnalités politiques et religieuses. Parmi eux se trouvait le chef de la République, Cheikh Hassan Khalid, d'anciens premiers ministres comme Messieurs Saeb Salam, Taqeddin Soloh et Selim Hoss, des membres du gouvernement, et l'ambassadeur de France au Liban, M. Paul Marc-Henri. Bismillah wa bismil jihad. منح كل من ساهم في شرف الدفاع وفي شرف الجهاد. Aujourd'hui, dans un message adressé aux Libanais, Abou Ammar a déclaré: les mots ne suffiront jamais pour dire tous mes sentiments d'amour et de respect pour tout ce que j'ai connu dans ce pays qui a accueilli au prix des plus grands sacrifices et avec la plus grande générosité la révolution de notre peuple, sa lutte et ses braises brûlantes. Les mots ne suffiront jamais pour traduire les liens qui nous unissent. Mes frères et moi-même portons en nous le gage de notre fidélité au Liban, à son peuple, à la population de Beyrouth la courageuse, Beyrouth la fidèle. Monsieur Arafat s'est encore adressé à, je cite, ceux des Libanais auxquels nous opposaient des divergences pour leur dire: nous sommes quand même des frères de sang et partageons le même sort. Monsieur Arafat avait déclaré à des étudiants libanais et palestiniens que la terre tremblera dans plusieurs endroits après l'entrée en éruption du volcan à Beyrouth. Monsieur Wazan, pour sa part, a déclaré: ce sont des moments historiques et vous quittez une scène libanaise endeuillée par un horizon arabe, pour un horizon arabe plus vaste, portant une cause dans votre cœur, une mission sur vos épaules et de la détermination dans la poursuite de vos efforts. Par votre déplacement d'une scène à l'autre, vous avez placé le monde arabe devant ses responsabilités véritables envers votre cause. Il ne peut plus y échapper, ni en faire porter le poids à ce petit pays qui, vous le savez plus que quiconque, a fait le don de tant de sacrifices pour la défense de vos droits sacrés durant de si longues années. Nous avons partagé ensemble un destin cruel. Vous quitterez aujourd'hui, mais votre cause demeure une cause sacrée. إلى أهله فنحن معك أبدا في كل محفل وفي كل مكان على بركة الله وفقك الله أنت وإخوانك العاملين المناضلين الثوار ستذهبون لتنظروا في كل البلاد العربية التي استقبلت أو التي لم تستقبل ستنثروا معاني الثورة الحقيقية ثورة العمل ثورة التحرر من أجل حرية في كل أوطاننا العربية بل في وطننا العربي الكبير. À midi, le chef de l'OLP quittait Beyrouth. L'armée et les FSI ont entamé aujourd'hui l'exécution du plan de pacification de la capitale, prenant notamment le contrôle d'un certain nombre d'édifices publics, notamment le Sérail, le ministère de l'Information, la Banque centrale, la télévision à Talet Khayat. L'armée parachève d'autre part son déploiement autour de Beyrouth et de la banlieue sud, aux côtés de la force multinationale. L'armée se trouve sur un axe qui va du ring de Fouad Chehab au musée, Kaskas, Tayoune, Galerie Semran, le boulevard Kanchamon,
ces régions ont été déclarées zones militaires, et ceci jusqu'à la publication prochaine de la communiqué faisant état de la réouverture de ces régions. Cet après-midi, l'armée a pris position dans les casernes Fakhreddin et Emir Béchir dans la région ouest. D'autre part, les opérations de déminage dans ces différentes régions, au centre-ville et autour des casernes, se poursuivent. Mais on apprenait ce soir qu'un photographe de presse libanais, M. Abdelrazak Saïd, travaillant pour le quotidien Al-Anwar, a été tué cet après-midi lorsque le véhicule dans lequel il se trouvait a sauté sur une mine près de la ligne de démarcation séparant l'est et l'ouest de Beyrouth. D'autres journalistes, dont on ne connaît pas encore le nombre et qui circulaient à bord du même véhicule, ont été blessés. Le groupe de journalistes empruntait l'avenue Béchar al-Khouri, proche de la ligne de démarcation à Beyrouth, non loin de la résidence de l'ambassadeur de France. D'autre part, le déblayage et le nettoyage étaient d'environ 1500, selon un premier pointage officiel effectué par les autorités libanaises. Ils ont commencé à quitter Beyrouth peu après 6 heures heure locale par la galerie Semran, formant un convoi d'environ 220 véhicules. Vous voyez maintenant sur votre écran l'aéroport de Beyrouth. C'était environ 1500, selon un premier pointage officieux effectué par les autorités libanaises. Ils ont commencé à quitter Beyrouth peu après 6 heures, heure locale, par la galerie Semran, formant un convoi d'environ 220 véhicules, parmi lesquels des chars, des blindés, des batteries antiaériennes mobiles, des orgues de Staline, des mitrailleuses lourdes et des mortiers. Contrairement aux Palestiniens, les Syriens sont en effet autorisés à emporter leur armement lourd. Le convoi était escorté de blindés et de jeeps du contingent italien de la force multinationale d'interposition, ainsi que de véhicules de l'armée libanaise. Celle-ci avait fermé à la circulation la galerie Semran et la route de Damas. Les soldats ne se sont livrés à aucune démonstration et ont franchi en silence la galerie Semran. Parvenu au carrefour de la route de Damas, le convoi a pris la direction de Sofa, point de contact avec les lignes avancées syriennes. Le reste de la FAD stationnée à Beyrouth sera évacué par la route demain et mercredi. La totalité de l'évacuation des combattants de Beyrouth pourrait se terminer mercredi soir, selon une source diplomatique, soit avec 48 heures d'avance sur le calendrier fixé par le camp Habib. Les premières unités syriennes de la force arabe de dissuasion ont occupé les positions combatives. مع الأشخاص ومع المؤسسات اللي راح أشتغل معهم مدة 6 سنين هاي أول مرة نحن على اتصال بهالشكل هيدا بحب لكم لجماعة التلفزيون بصورة خاصة ويمكن بكرة بقولها لجماعة الراديو وكل جماعة الإعلام الرسمي لأنه الإعلام الخاص بيعرف هالشي هيدا مني مني طالب من أي كان بالإعلام يتصرف على أساس أحمد سعيد أو على أساس مزايدات أو على أساس تغطية الحقيقة أو تفتيس الحقيقة إذا كانت الحقيقة منا لمصلحتنا أو لإبراز غش أو كذب وقت يلي إبراز الغش أو إبراز الكذب ممكن يلطف بعض المسائل يلي برأينا أو يلي البعض منا بيرتقي إنه لازم تتموه أو لازم يتحطلها شوية تمويه أو شوية كوزماتيكس مثل ما بتسموها عندكم لنموه مسائل بدنا نمرقها على السكت لبنان حط 100,000 قتيل لبنان حط جيش سوري وجيش فلسطيني وجيش إسرائيلي وجيش أمريكاني وجيش فرنساوي وجيش تلياني ونيبالي وسنغالي وفيجي وما بعرف مين بعد فيه كمان بجنوب ما عاد ذكرون كل هالجماعات إجوا وصار فينا يلي صار لأنه ما عرفنا نحافظ على الحقيقة ولأنه الحقيقة بأحيان كتيرة كانت تخوفنا قول الحقيقة بلبنان هيدا شيء ما تعودنا عليه
الحقيقة أحيانا كثيرة كانت تخوف، لأنه كانت بتخوف، كنا دايما نموهها، دايما نحط لها بودرة ودايما نحط لها تجميل، إنما بالداخل كل هالوسخ كل هالهريان كان عم بيتفاعل، كان عم بيتأكل، وكان عم بيهد الجسم من الداخل. بوقت من الأوقات وعينا لقينا إنه ما في عنا أي عمق لقضيتنا، ما عنا أي جوهر لذاتيتنا ولوجودنا، كله كان بويا، كله كان غش، كله كان كذب. وقت يلي نوجد أي غريب نتفة صغيرة هز هالبناء هيدا كله سوا، هالبناء انهار. جاي أطلب منكم إنه وقت يلي فيه ما أخذ تقولوها وتقولوها علنا باحترام وبمحبة أكيد معي ومع الغير، إنما الحقيقة يجب أن تقال، وأنتوا مع الراديو ومع باقي وسائل الإعلام مسؤوليتكم تقولوا الحقيقة، لأنه وقت يلي بتعيشوا الشعب، وقت يلي بتعيشوا الحاكم، وقت يلي بتعيشوا المسؤولين بأجواء إنه كل شيء تمام وكل شيء على ما يرام، ونزلت قوى الأمن على الغربية وانتشر الجيش ورد ركبوا عليه رز وسكر وكولونيا وزهور وما بعرف شو، وبالواقع العملية غير هيك، عم بتغشوا الجيش، عم بتغشوا الدولة، عم بتغشوا حالكم، عم بتغشوا الرأي العام، عم بتغشوا كل الناس، ما عم بتقدموا خدمة للعالم. جاي أطلب منكم تقولوا الحقيقة قد ما كانت صعبة هالحقيقة تكون. لما منقول الحقيقة مثل ما هي منسعى لتغيير هالحقيقة هاي ولتظبيط الوضع، بنسعى لتجنب كل الأخطاء والممارسات اللي هي منا مزبوطة. بس وقت اللي منموها يمكن يكون في ميل، أو يمكن مثل ما بقولوا لا توقعنا في التجارب، ما توقعوا الحاكم بالتجارب ليصير معتبر أنه منيح هالأمور ما عم تنحكى، بقدر ضمني مستمر فيها، أو بقدر ضمني عم ببتعد عن الحقيقة مثل ما هي. الحاكم بحاجة لمين يقول له الحقيقة. الأمور من هلأ ورايح كل واحد منا عنده مسؤوليته، كل واحد منا بده يتحمل مسؤوليته، ما حدا يتحمل مسؤولية غيره، بس ما حدا كمان يتخلى عن مسؤوليته، لأنه بعد اليوم بتأمل أقدر أعمل ثواب وعقاب. يلي بيشتغل مزبوط بده يتكرم، بده يترفع، بده يحترم، بده ينقال إنه هالجماعات هدول اشتغلوا. يلي خبص عن حس النية بدنا نعالجه بطريقة لبقى، ويلي خبص عن سوء نية أو عن هيدا رح نقول له يا أخي أنت ما بقى في محل لك هون. ما بقى ممكن كل ما تغيرت حكومة وإجت حكومة جديدة ال 24 وزير كل واحد بده يجيب ضيعته، بده يجيب كل جماعته يحطهم بالحكم أو يحطه بالإدارة. ما بقى قادرة الدولة تتحمل كل واحد فاشل بمحاماته أو بهندسته أو بحياته أنه يجي يلفي على الدولة لأنه هون مأمن. ما بقى إلا حق اليوم الدولة تحمل أعباء كل شيء فيه مواطنين منهم عارفين شو بد. منساعد، منخلق ضمان اجتماعي مزبوط، منخلق كل الأجهزة الاجتماعية اللي ممكن تخفف أعباء عن المواطن، بس الدولة كإدارة منا قادرة بقى تحمل كل هالأعباء هيدي، منا قادرين نحمل كل هالرواسب. الإدارة بدها تتخفف، الإدارة بدها تتطهر. تتطهر مش بمعنى أنه كل واحد ما صوت معنا بالانتخابات نبعته على البيت، لا، أو كل واحد ما بيقول أمرك يا بيك وطول عمرك معناتها هيدا مثل ما صار بالماضي، لا، بدها تتخفف، بدها تتزبط، بدها تتنظف. الإدارة بدها تكون مثل ما بيقول الشيخ بيير، الإدارة بين إيدين الحاكم مثل زميل بين إيدين النحات. اليوم في حاكم مزبوط بده إدارة مزبوطة. الحاكم رح يكون مخلص ونظيف وشريف، بده الإدارة تكون كمان عم تتجاوب معه بها التطلعات وبها الاتجاهات. هالأمور هيدي الدولة رح تندار هيك. الرئيس والمسؤولين والمرؤوسين رح يكونوا على اتصال مستمر مع بعضهم، رح يكون في اتصال وثيق
بين مختلف أجهزة الدولة وبين مختلف الشخصيات يلي هي مسؤولة عن حسن سير العمل بالدولة. الوزارات بدها تبلش تتعلم تشتغل مع بعضها. في وزارات عندها مجالات عمل وحدة مع بعضها وأفق وحدة ما بتحكي مع بعضها، ما في تنسيق مع بعضها. من زف الطريق تاني يوم نرجع نبحثها لأنه شركة الكهرباء ما كان على علم أنه في أمور هيك، نرجع من زفت بعد ما يقع له 3-4 ويكسروا حالهم بالجوار ونرجع عن زفت، بعدين يجي شركة التليفون وهلوم جرن. بدنا نبني دولة اليوم لعام 2000، ما بقى بدنا نرجع نرمم ما تبقى من دولة 43. هاي مسؤوليتكم، مسؤوليتكم على التلفزيون، مسؤوليتكم على الراديو، مسؤوليتكم بأجهزة الإعلام، مسؤوليتكم كمواطنين بصورة كتير عادية وبجو كتير كتير بسيط. يعني اليوم هيدا يلي عم بحلم فيه عادة أحلامي بحققها. عادة حلمنا بهالثمان سنوات لأمور كتيرة، أحياناً كتير كنا نقلكم سلفاً عن الحلم شو رح يكون، تنقذوا كلكم سوا، إنما كنا نحققه. هالحلم منحاول نترجمه كلنا سوا لواقع، هالحلم منتبنيه كلنا سوا لأي فئة انتمينا، لأي حزب انتمينا له، لأي منطقة انتمينا له، لأي طائفة انتمينا. كل هيدا تنوي بالنسبة لإلي قدام كرامة الإنسان، قدام احترام الإنسان الشخص والفرد، قدام إنه الإنسان اللبناني أمنه وحريته والمساواة تكون وصلت له كاملة بدون أي تفرقة بين أي اعتبار واعتبار. هيدا أنا يلي بهمني. وصاية رح جرب قد ما بقدر انه ما رد على حدا، ووصاية من هلأ بقلكم انه كل واحد بيكون في واسطة بحقه ما رح يعود يعرف وين الله رح يلاقيه. كل واحد حسب كفاءته، كل واحد حسب خبرته، كل واحد حسب امكانياته، كل واحد حسب عطائه. مش لأنه هيدا زلمة فلان معناتها صار بده يعمل رئيس، وهيداك لأنه ما عنده حدا ورا، ما حدا بيقدر يعرف وينه. رح جرب هيدا كمان حلم آخر، رح جرب الشخص المناسب بالمكان المناسب، وبعتقد أنه أحياناً كتير قدرنا نطبق المسائل يلي كنا نقول عنها. كل هالأمور هيدا بالإدارة رح نجرب نطبقها ليكون هالإدارة بين إيدين الحاكم مثل زميل بين إيدين النحات. والله بيعلم قديش اليوم هالبلد بحاجة لإدارة صالحة على صعيد الإعلام. يعني بدهم يسمحوا لنا اليوم كل هالدول يلي هيدا عنده جريدة كذا وهيدا عنده جريدة كذا وهيدا عنده فلان بيقبض منه وهيدا عنده فلان بيزبطه، كل هالأمور بدهم يسمحوا لنا. منا قادرين بقى نحملها، منا قادرين نحملها. الدول يلي بدها جرايد تعمل جرايد عندها مش عندي. والجامعات يلي بدهم يروجوا تجاربهم السياسية والقومية والوطنية والرفضية والصمود والتصدي وإلى ما هون عندهم مش عندي. صمدت وتصديت كفاية معهم، ما بقى قادر. على الصعيد الإعلامي بتمنى من كل الصحافة اللبنانية ترجع على أرض الوطن. ما في لزوم نصدر بقبرص أو بباريس أو بلندن أو بألمانيا أو ما بعرف وين، نحن صحافة لبنانية نرجع لهون، بس بدنا نكون لبنانيين. رح يكون في تنفيذ لقانون المطبوعات بدقة، رح يكون في تنفيذ للمراقبة اللي موجودة بقانون المطبوعات بدقة. ومن ضمن هالقانون اللبناني يلي مش أنا عملته، يلي انعمل قبل مني بزمان، بدي إجي طبقه. يرجعوا ونكون كلنا سوا ونطبق قوانيننا اللبنانية كما يجب أن تطبق القوانين اللبنانية على صعيد باقي الإدارات. اليوم مش بصدد أنه خوض بتفكير
لإعادة ضبط الإدارة بالتفاصيل، إنما يلي عم ينقال هلأ بالموضوع الإعلامي ممكن ينقال بموضوع العلاقات الخارجية، بموضوع القضاء، بموضوع الأمن الداخلي، بموضوع الجيش، بموضوع الأشغال العامة أو التربية أو الزراعة أو كل هالمسائل هيدي. بدنا نبلش من هلأ نكون بجو هالأمور يجب أن تضبط، هالأمور ستضبط، هالأمور لازم تمشي مزبوط، والإدارة اللبنانية صار لازم تبطل تكون هالشيء الغريب العجيب يلي ما حدا بيعرف شو فيه جوا، وبمجرد ما واحد دخله ارتاح انه أمن حاله الى ابد الابدين، وصار فيه عليه حصانه ما بقى حدا يقدر يزيحه او يهزه لانه بضم يلاقي شي نايب او شي وزير او شي قبضاي يحميه. هالامور هيدي بتمنى من كل المعنيين، من الموظفين بصوره خاصه، يبلشوا يحطوا حالهم بجو انه هالامور ما بقى رح نقبلها. المسؤولين ويلي معودين عادة على هالحمايات كمان يبلشوا ينوضعوا بجو انه ما بقى رح يقدروا يحموا قد ما كانوا يحموا قبل، لانه منا قادرين نسمح بقى بهالامور انه تستمر. بتأمل انه ببداية هالعهد الجديد وببداية هالشيء يلي بدنا نبلش نشتغل عليه مزبوط، بتأمل انه هالامور هيدي تكون واضحة. جاي بمهمة كتير محددة 10452 كيلومتر، جاي بمهمة كتير محددة انه بعد اليوم ولادنا ما بقى يتقتلوا مثل ما تقتلوا بالماضي، بيوتنا ما بقى تتدمر مثل ما تدمرت بالماضي، سيادتنا ما بقى تنتهك مثل ما انتهكت بالماضي، ما بقى يكون عنا بلاد فلتاني، لانه بلد وطن بكل معنى الكلمة بدنا ندفع حقه، المزرعة رح ندفع حقها، على الحيلتين في سعر، أفضل يندفع سعر لوطن من ما يندفع حق المزرعة. باختصار هذا الشيء اللي أنا عم فكر فيه، بتأمل إنجاح، بتأمل إنه أكتر عدد ممكن من الناس يتعاونوا معي، وبتأمل إنه مع يلي بده يتعاون معي نقدر ننجح، لأنه يمكن مش الكل يتعاون، وما بحياته إلا بالدول اللي عريقة بديمقراطيتها بيكون في 99.999 من العالم، إنما بالدول يلي أقل ديمقراطية نتفة في التوافق عام واسع إلى حد ما ممكن نتوافق عليه كلنا سوا، وممكن في ناس يكونوا رافضين أو معارضين أو منن قابلين أو مضايقين، هذا شيء طبيعي جدا. هذا الشيء اللي رح أعمله كمان مرة، بتأمل الله يوفقنا، بتأمل الله يوفقنا كلنا سوا، وبتأمل أنه بعد وقت قريب نرجع نتلاقى ونعمل جردة حسابات صغيرة كيف الأمور عم تمشي لنقدر نحدد المنحة وخط السير يلي لازم نسلكه لبعدين. أو رح واجزة متنقلة في النقاط الحيوية وأمام المؤسسات الرسمية، وقد توزعت المحاور على شكل الآتي: محور مرمسوري المشرفية مستديرة مطار السفارة الكويتية مطعم السلطان إبراهيم، محور مرمسوري المشرفية ساحة المعيش الكوكودي ملوراً لبرج البراجلي، ومحور الثالث بوليفار كميل شمعون الحدث الريجي وبالعكس. ما يجدر ذكره أنه خلال تمركز القوة كانت تعمل بالتعاون مع جرافة الدفاع المدني على إزالة المتاريز كما شاهدنا ورفع السواتر الترابية عن الطرقات الرئيسية، كما قامت بعد ذلك بهدم الأسواق والمحلات المبنية بصورة مخالفة للقانون وعلى أراضي الغير، وكانت تلاقي الترحيب الحار أثناء انتشارها من قبل كافة المواطنين بشكل طبيعي أمام المرة والسيارات. واليوم أيضا تواصلت عملية نزع السواتر والحواجز الترابية عن طريق جسر فؤاد الشباب وطريق صيد القديم باتجاه الشياح. مصادر أمنية ذكرت لجريدة التلفزيون أن هذين الطريقين سيفتحان أمام المرور في مطلع الأسبوع المقبل على أبعاد تطير. وأفادت مصادر أمنية أيضا
أن حركة الناصريين المستقلين المرابطون سيخلون غدا مركزهم في الهوليداي إن وبرج المر لقوى الأمن الداخلي والعمل على إزالة كل المظاهر المسلحة منهم وحي أسير. نذكر أن الجيش تسلم اليوم 5 مستودعات ذخيرة حربية مع رجلة صواريخ جراند سلفها الفلسطينيون إلى جيش التحرير الذين غادروا مؤخراً بيروت الغربية تنفيذاً لبنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بهذا الخصوص بين الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية. أما الأسلحة الحربية المتوسطة والثقيلة التي كان من المتفق عليه تسليمها إلى الجيش اللبناني فإن الاتصالات ما تزال مستمرة بين الحكومة وعدد من المعنيين الفلسطينيين. نذكر أن عمليات التسلم جرت بواسطة ذلك. Où l'armée a pris position. Toujours accompagné de l'officier, le commandant en chef de l'armée s'est dirigé vers le port et s'est rendu à bord du bâtiment de la 6e flotte, où ils ont été invités à deux. Le fait que l'image est quelque peu...